السؤال الأول: المعاصي السابقة لا زالت تلاحقني ومؤثرة على نفسي كثيرا، ما الحل؟ إخواني في الله، من كان على معصية ثم تاب إلى الله فحتى لا يرجع إلى المعصية لابد أن يمتنع عن الظروف التي كانت سببا في إيقاعه في المعصية الأولى. وبالتالي انظر ذلك العالم ماذا قال للرجل الذي قتل 100 نفس، قال له: إنك بأرض سوء فاخرج منها. فبالتالي انظر يا أخي، ما هي هذه المعصية التي ترتكبها؟ النظر إلى الخلو النسوان، لا تحمل خلو في نت. ما هي المعصية؟ النظر إلى النساء، ما هو السبب؟ اكثر من الصيام، تزوج، الزواج يعين على غض البصر، وقلنا مرارا لا تجعل شروطا حتى تحصن نفسك. والبنات حاطات شروط والشباب حاطين شروط، ولا هذا متجوز ولا منفعش. فما هي هذه المعاصي؟ ربا، معناته انت ادخلت نفسك في شيء فوق طاقتك وتريد ان تذهب الى الربا. اذا انظر الى المعصية السابقة وانظر ما هي الظروف التي كانت سببا في ايقاعك في المعصية، ثم بعد ذلك ابتعد عن الظروف والمواصفات التي ستوقعك مرة أخرى في نفس المعصية. وهذا الذي يسميه الفقهاء المواءمة، هذا معنى المواءمة. قالوا: من أراد أن يتوب فليبتعد عن المواءمة. شو المواءمة اللي شرحت لك إياها؟ أنك لا تكون في نفس الظروف اللي أوقعتك في المعصية الأولى، لابد أن تبتعد عن هذه الظروف وهذه الأحوال وهذه الصفات وهذه الأشياء التي تسببت في إيقاعك في المعصية في المرة الأولى، وإلا سوف تجد نفسك تكرر المعصية. تأكل ربا، شو السبب؟ أنك تدخل نفسك فوق طاقتك، فبالتالي سوف تنتقل من قرض إلى قرض. بنات، شو السبب؟ أنك لا تصوم، صوم اثنين وخميس مش كفاية، صوم يوم وافطر يوم. إذا ما بتصوم معناته أنت إيش؟ سوف تقع في نفس المعصية. بتفرج على المحرمات في التلفون، معناته ما بحمل تلفون في نت، وإذا كان لابد النت بستخدمه أمام الناس. احكي لي، هذا هو الحل. واطلب من الله أن يوفقك، ففي النهاية التوفيق من الله جل في علاه. نسأل الله أن يعصمنا وإياكم من المعاصي ما ظهر منها وما بطن.